يا ترى ايه بيحصل في جسمنا لما نتوقف عن الاكل والشرب تماما ونصوم؟ اهلا بكم في حلقه جديده من فارماستان. الصيام يعتبر من اهم الممارسات الصحيه او الدينيه في مختلف المجتمعات والثقافات، وانواع الصيام كتير، منهم اللي بيبدا من اذان الفجر لحد اذان المغرب، وده اللي احنا بنصومه كمسلمين، او انك تصوم متواصل لمده 48 ساعه او 72 ساعه، وده بيكون بغرض صحي اكتر ما هو غرض ديني. طيب برضو احنا معرفناش ايه هي الفايده اساسا من الصيام. عد معايا 8 فوائد للصيام. اول حاجه السكر. جسمنا أثناء الصيام بيكون قادر على التحكم في مستوى السكر في الدم أكتر من المعدل الطبيعي، وطبعا ده معناه أنه مفيد جدا لمرضى السكر أو الناس المقبلين على الإصابة بمرض السكر. والكلام ده عرفناه عن طريق دراسة عملت على 10 أشخاص بيعانوا من النوع الثاني لمرض السكر اللي بيكون بأدوية مش بإنسولين، والدراسة دي أكدت أن الصيام بيقلل من مستوى السكر في الدم، وكمان بيقلل من مقاومة خلايا الجسم للإنسولين، ودي طبعا حاجة كويسة لأن في الحالة دي جسمنا هيكون حساس بشكل أكبر للإنسولين، واستجابة جسمنا للإنسولين هتكون أعلى بكتير من المعدلات الطبيعية، وده هيسمح للجلوكوز أنه يتنقل من الدورة الدموية لخلايا جسمنا بكفاءة أحسن من الطبيعي. تاني حاجة الالتهابات. جسمنا لما بيتعرض لأي نوع من العدوى سواء بكتيرية أو فيروسية، جهازنا المناعي بيستجيب عن طريق أنه يعمل التهاب في المكان اللي حصل فيه عدوى، لكن مع الوقت الالتهابات الكتير هيكون لها آثار سيئة على صحتك، والأبحاث أكدت أن الالتهابات اللي بتحصل في جسمنا بشكل مستمر على فترة طويلة تعتبر من الأسباب الرئيسية لإصابتنا بأمراض مزمنة زي أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل. فبيجي بقى الصيام يعمل إيه؟ بيقلل من معدل إنتاج الماركرز اللي بتعمل التهابات في جسمنا، فبالتالي ده بيحمينا من الأمراض المزمنة اللي اتكلمنا عنها من شوية. تالت حاجة القلب. تغيير نظام أكلك وأسلوب حياتك من الحاجات الرئيسية اللي بتقلل من مخاطر إصابتك بالأمراض القلبية وضغط الدم المرتفع، والصيام يعتبر من أشهر الأنظمة الصحية اللي بتحافظ على كفاءة القلب وسلامته. وفي بعض الدراسات اللي أكدت إن الصيام 8 أسابيع متواصل بنفس النظام بتاع صيام رمضان بيقلل من مستوى الكوليسترول بنسبة 25% ومن الدهون الثلاثية بنسبة 32%. رابع حاجة المخ. الأبحاث الأخيرة أكدت تأثير الصيام على تحسين وظائف المخ المعرفية والإدراكية ومنع تلف بعض المناطق في المخ زي منطقة الهايبوكامبس اللي أي تلف أو ضمور بيحصل فيها بيصيبنا بمرض الاكتئاب، والمرض ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده بتفاصيل التفاصيل. وعلشان الصيام زي ما قلنا من شويه ان هو بيمنع الالتهابات وبيقلل من حروسها، فبالتالي بيقدر يحمي مخنا من الاصابه ببعض الامراض العصبيه والعقليه زي مرض الزهايمر ومرض الباركنسون او شلل الرعاش. خامس حاجه الوزن. الصيام بيزود من عمليه الميتابوليزم او الايض الغذائي، وده بيقلل من كميه السعرات الحراريه اللي داخله جسمك، وطبعا ده بيساعد بشكل كبير في انقاص الوزن. طيب ازاي الصيام بيزود من عمليه الايض الغذائي؟ عن طريق زياده كميه نقل عصبي في الجسم اسمه نور ايبينفرين، وده بيستهلك سعرات اكتر وبيساعد في انقاص الوزن وبيقلل من كميه الدهون في الجسم، فبالتالي بيتم الحفاظ على الانسجه العضليه بشكل اكبر وبتتمتع بصحه احسن. سادس حاجه هرمون النمو. هرمون النمو يعتبر محور اساسي لقوه العضلات ونمو الجسم وفقد الوزن والتحكم في عمليات الايض والتمثيل الغذائي، فبيجي بقى الصيام هنا بيزود من كميه الهرمون ده، ولو صمت لمده 48 ساعه متواصل معدل انتاج هرمون النمو في جسمنا هيزيد 5 اضعاف، وزي ما قلنا من شويه ان الصيام بيساعد جسمنا على التحكم في مستوى السكر في الدم والتحكم في كميه الانسولين، فده كمان هيرفع من مستوى هرمون النمو في الجسم ويخليه يشتغل بشكل احسن. سابع حاجه الشيخوخه. معظم التجارب اللي اتعملت على الحيوانات اثبتت ان الصيام بيطول من عمرهم بنسبه 83% مقارنه باقي الحيوانات اللي ما صمتش اثناء التجارب، ده غير التحسن الملحوظ في صحتهم وانه كمان بيقلل من اعراض الشيخوخه. تامن حاجه السرطان. الخلايا السرطانيه بتحب دايما تتغذى وتنمو على اطعمه معينه زي مثلا الحاجات اللي فيها سكر، فلما بتصوم وتتحرم من مختلف الاطعمه النافع منها والضار بتكون احتماليه نمو ورم سرطاني جوه جسمك اضعف بكتير من الطبيعي. مش كده وبس، ده كمان لو كان الشخص بالفعل مصاب بالسرطان وبياخد علاج كيماوي، فالصيام غير انه بيساعد في قتل الخلايا السرطانيه وتجويعها انه كمان بيحسن من كفاءة العلاج الكيماوي ويخليه يشتغل بشكل أحسن. فلو كنت بتبص للصيام على إنه حاجة تقليدية ومكروهة، فهل نظرتك للصيام لسه زي ما هي؟ نشوفكوا الحلقة الجاية. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناة فارماستان على يوتيوب وما تنساش تشغل الجرس. السلام عليكم.